خلاص عطنا امس 13 الصباح دخل كبش الروم طبعا دخلوا الهاوس فاضي والجماعه كلهم فاضيين المتسابقين كانوا في غرف النوم عشان ركز معنا يكون يعني يعلق على الموضوع اللي حصل امس بينه وبين بندر وركزوا في هذه المداخله شغل لي النقطه بدايه عن فقره كلام اليوم اخر مداخله دخلت معهم فيها صراحة يعني طلعوني بمنظر يعني سيء طلعوني بمنظر سيء أنا قالوا لي أنه ما تعد سالفتك مع رجال هذا الشيء الأول وأنت رجال سخيف يعني أشياء هنا أنا رجال وأعرف متى عد سالفتي اللي يسمع لها كنا نطقطق اللي جابوا المقطع معي يا عيال كنا نطقطق ونمزح وسالفة يعني كل اللي يقول سالفته ضحك كلها بعد سوالف من الكيس زي ما يقولون معلش بنشرب شاي لين يخلص ذا الفيلم حقهم بس غريبة هو قال بندر صح بس ما طر نواف معناته نواف كان محق لا هو قال نواف موجود عطنا المقطع موجود المقطع صح هو قال اي عرضنا المقطع عشان الناس بس تصل للناس الفكره كامله تمام المعلوميه بندر المطيري انا قلت له حطها عندي صدري قلت له انا حطها عندي ترجع المقطع يمكن تحصلونه ممكن ما طلعت بالكاميرا عاد ما ادري بس انا قلتها فعلا انا اقر بذلك نواف لا هو مجمل كلام أنه أنا قلت لبندر وجه علي الكلام وخلني أطلع بهذا المنظر لكن نواف أنا ما قلت له أمس أنا أذكر تعليقك وقلت على ما أعتقد أن سلطان الصباح هو مشروع مستعطف جديد إذا فعلا أقر وقال صحيح. أنا قبلت سلطان جاء وسلم نفسه تسليم أهلي وقال لك أنا اللي قلت البندر وجه علي الكلام ما في مشكلة في هو أنا تابعته في التلفزيون هذه أكثر من واحدة الكلام على نواف سند احنا كلمنا على نواف سند وكلمنا على بندر قضية بندر كانت الأبرز وشرحنا ان اذا قال له حطها علي انت طلعت صاحبك بمنظر سيء اذا ما قال لك ايه صاحبك كان عن بندر ايه على عن بندر إيه؟ اذا بندر قال لك اذا انت قلت حق بندر حذفها علي إيه؟ انت طلعت صاحبك بمنظر سيء صحيح حلو اما اذا بندر حذفها عليك فانت الحلقة الأضعف اها هذه النقطة النقطة الثانية اللي طلعك بشكل بايخ مهم مش احنا اللي تسولف فيانا وساحبين عليك مو احنا اللي دخلنا لا معك لا اللعبه اي مو احنا اللي تسولف فيانا وساحبين عليك وانت لفت وطالع منه ونضحك ونلتفتي عليك يا ولد خلص سالفتك ما خلصت مو احنا اللي لما دخل الكوفيش الروم يقول معايا يا شباب طلعوا كلهم من الهاوس والشباب موجودين في الجلسه اللي برا دخلوا للغرف بعد مو احنا اللي طلعناك فاصل كلامك اللي طلعنا فاصل هو زعلان من الفاصل كذلك تدري الضحك وين الضحك وين امس يوم قبل يدخل كوفيش الروم كانوا كنا موجودين احنا النقاد انا وعلي في الغرف كانوا يجونه والله العظيم كان يجي يا شباب هيا كوفيش الروم بندر راعي العمنة طيب بيجي راح سولف الحاله في كوفيش الروم العيال كلهم في الغرف انا امس كنت اقول كيف الانسان وشخص يرتضي او يسمع اسقاطات او مسبه او ايا تكن تلك والله العظيم دائرة في 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 عند العامة أو يقولونها الناس على أعين الناس يقول جيبوها اقصدوني فيها حطوها فيني أنا كيف هذه ما تركب لا عقلا ولا نقلا ما تجي يعني إحنا جالسين الآن في جمع كبير من الرجال والمشاهدين أو على مسرح مليء بالجماهير تجي أنت تقعد حياة واقعية والنقاش جدي والنقاش تقعد أنت تترك موسى تسقط عشان ما تنشب اقول لك موسى اسقط علي هذا غير مقبول كيف تقبل على انا امس كله اصيح اقول كيف تقبل على نفسك كذا كيف قبلت على نفسك هذا الشيء جلس جاء هو واعترف سؤالي هو قبلها من بندر ما قبلها من نواف السبب ما ادري هل المفترض ان يا يعني لان نواف اخطا المفروض انه انتظر لين يعطيه عاز يقول تعال تعال او ممكن التاج يغير وجهه النظر لا لا هو يقول اسقط علي لازم يا شباب اللي يبغى يتعامل مع سلطان الصباح إيه؟ لا تتكلم عليه لأن يقول لك اسقط علي إيه؟ اذا قال اسقط علي اسقط عليه
حلو، مو منطقي يا اخي. ايش 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 التفكير هذا؟ انا مزقت امس قلت ايش ليش ليه يا اخي اشهد وقف مع خويك مثل ما وقف فيصل نيه، صح انهم صح انها رايحه تنفصفها ومدموره غير يا اخي شيء مبين ما في تنقيص منك ولا صمل تنقص على الاقل صمل، يعني ما في تنقيص منك انت لذاتك لنفسك، لا تفقد احترامك لذاتك، لا تفقد احترامك لنفسك يا اخي. خذها قاعده، نفسك اولا ومن ثم البقيه، هذا حتى في الشرع، نفسك اولا ومن ثم البقيه. يعني اذا جت صلاه صلى انت، اللي ما يصلي بكيفه، نفسك انقذ نفسك. اما انك تجي تقول والله انا قلت البندر يحطها علي بس نواف ما قلت له يحطها علي، طيب من راضي بكلام بندر فليرضى بالتالي بكلام نواف. جميل، تعليق جدلا محمد. جدلا يعني حتى لو ان كذا 50% من كلامنا صح، لان نواف السند حذفها عليك. صحيح، كلامنا كان منطقي وواقع، احنا كنا نتكلم عن الموضوع بشكل عام. للاسف للاسف انا اقول والله للاسف ان سلطان طلع في الكوفيش الروم وبرر وقال انا قلت البندر اسقط علي انا ما عندي مشكله، أعطيك في المقابل انه انا ارفضها من كلام يقول انت تطلع انتم تطلعوني بشكل بايخ، كيف احنا نطلعك بشكل وكلام من الكيس؟ احنا اللي حذفنا عليك الكلمه، احنا اعطينا فرضيتين ترى، احنا اللي قلنا اختارنا ايه، هو اللي مطلع نفسه بشكل بايخ مع الاسف. يعني حتى بدخوله بكفش الروم تصيقه كيف ايش فيه. طيب أعطيك سؤال قبل ما اجيك فهد، سؤال اخير، لماذا زملائه لم يتواجدوا لسماع تبريره في الكفش الروم؟ يا أخي سبحان الله، هي ترى شخصيات شخصيات. يعني لو عايض الفارع عايض الفارع صهل وتكلم، والله العظيم من كل اللي موجودين مرخين أذانيهم، تفرق من شخص لشخص. تمكن الشخصية عند سلطان شوي ضعيف. جميل، تفضل. أنا كنت أتكلم يا زملاء عن عندي تحليل منطقي. الآن من بدأ بالأسقط على سلطان الصباح أول؟ نواف السند. صحيح، يوم شاف سلطان الصباح أنه بيكون هو الهدف لجميع الإسقاطات اللي بتدور داخل هذه الحلبة، يوم جيت عند بندر اذا كان كلامه فعليا على حسب اعترافه قال خلني احطه انا اقول له علي، ما دام هو اصلا قلت ولا ما قلت هي على ظهري، خلني اقولها علي، حط نفسه علي، ممتاز. جاب لكم مش الروم برر البندر بس ما برر النواف، لماذا؟ ما لا ما ادري ما ادري، ما في شيء منطقي يعني، ما 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 في شيء منطقي، ما لها اي اعتبارات، ما تقدر تقدر مثل اعلمك ليش؟ لان بندر جاء هنا ودبس سلطان، قال والله هو اللي قال حطها فيني، طلع منظر نسية وطلع فعلا للأسف إنه يقول اسقطوا علي. نواف جاء هنا قال لا، هذا وجهة نظري. تدري وش أكثر شيء زعلني الصدق؟ يعني إنك أنت يعني دافعت باستماتة على سلطان، وبعدها سلطان نسف كل هذه المدافعة وطلع في الكوفيش الروم وقال أنا من قبلت بهذا الأمر. أنا بعلمك نفسي. أنا بعلمك، لان انا في بالي ان لا يمكن لاي شخص، ما يعني انا في معتقدي، عندي في معتقدي لا يمكن لاي شخص انه يجي عند الناس ويقول حطوا شتائمكم علي. هذه ما تخيلها. وضربت وسالت محمد عيرم قلت هل ترضاها؟ قال محمد عيرم لا يمكن. قلت انا لا يمكن، لو اخوي ما لا يمكن سلامات. يا اخي الشيبان كانوا يقولون لنا ان كان للمدايح سوق يباع ويشترى فيه فهو لا تقابل الرجال ولا لا تقابلت الناس ولا لا شافت، ما هو لا قد الشتايم سوق يباع ويشترى فيه. حتى 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 نسبه الزله تختلف من مكان لمكان يا اخي. انت انا لما اخطي عليك خطا واحد بيني وبينك يعتبر خطا واحد، لكن انا لما اخطي عليك خطا واحد امام 10000 مشاهد هذا 10000 خطا، كل واحد راح يشوفه على حد الخطا هذا، فانت لا ترضى على نفسك الخطا نهائيا نهائيا، مزح جد ضحك لعب. جميل، قبل ما ندخل محورنا الثاني ابغى اقفل حاجه بل. عشان كذا انا استماتتي البارحه كانت عن الفكره يا اخوان. انا ما كان في والله العظيم ما حتى يمكن اذا طلعنا تقرير اقول لكم، كنت اقول يا اخوان ضغطني، ما في رجل يقبل على نفسه كذا، ما انا ما تخيلتها كذا مر اني اقول والله سبني والله يحطها علي، ما تركب ما تركب. ولا زلت انا ترى في قراره نفسي مقتنع ان سلطان الصباح ملعوب عليه، وانهم ضاغطين عليه، وانهم هم اللي دفوكم في الروم، وانه ما قال وهذا اللي لأنه أنا اذا قال هو قال ارجعوا اذا قالها يا تركي مصيبه غير ما يا اخواني، اذا قالها مصيبه في الحالتين مصيبه كارثه يا اخوان كارثه. اذا قال حطها علي حط اسقاطتك علي حرام انها كارثه يا اخوان. جميل حقيقه يعني ايش شعورك لو طلعت تقول اوه عن دبله الكبد اللي يقصدونها في البرنامج اللي يقصدونها اخوياك إيه او انت اللي قلت عن نفسك وجهها على نفسك هذا الكلام. الى المتسابقين يعني للامانه ممكن ندخل معكم في مناكفات كثيره اثناء البرنامج، لكن في بعض الحلقات فيها بعض الكلام المهم
اللي لازم يصلكم النقاش دائما اذا كان على الفكره لازم انك انت تستوعب، انت مو بس بين زملائك، انتم مو جالسين في ملحق، انت جالس في شاشه الكثير يتابعها، فيها الصاحي والطاحي والمجنون والمهبول واللي يحبك واللي ضدك واللي يكرهك واللي يدعمك واللي يقبل عليك واللي ما يقبل عليك، اهلك، جماعتك، اخوانك، كل هذه التفاصيل لازم تركز فيها. لازم المتسابق يخاف على ظهور المتسابق الآخر، ولازم المتسابق الآخر يحاول أنه يظهر خوية بأجمل صورة، لأن في النهاية هذه النسخة صورتكم كلكم، الصورة العامة للبرنامج. للأسف في كثير من الأحيان تكررت معنا الكثير من المحاور اللي نتكلم فيها على الإشكاليات اللي تصير بينكم، وبعدين تجون تزعلون تقولون أنتم من تزرعون هذه الفتنة، أنتم من تحطون اللوم علينا كمتسابقين. هذا الشيء اللي أنتم تسوونه، أحنا نجي ساعة واحدة بس، أنت معاك الهوى كامل يا أخي، اقنعني، اقنع المشاهد بالأمر اللي أنت جالس تسويه. وللأسف بعض المتسابقين على عيونهم غشاوة، إذا طلع مستشفى ولا طلع يشوف التاج ولا طلع يشوف جواله يشوف له 10 حسابات يمدحونه ويتوقع انه خلاص وصل للغمام، طمر العقوم من النجوميه. لا يا عزيزي، في النهايه البرنامج ما بعد انتهى، الين اليوم كل الاحداث مؤجله حتى الحفل النهائي. فلا تعتقد ان اسقاطك على زميلك، ولا تعتقد انه حلو انه جالسين يتضاربون، لا تعتقد ان اسقاطك على زميلك او ظهور زميلك بمنظر سيء جيد للشاشه، لا من باب مزح ولا من باب طقطقة. في ناس تقبله وفي ناس ما تقبله، وحط في بالك بعض الأمر المتسابق يقبله وأهله ما يقبلونه. في كلام قلت أنا في بعض النسخ، كيف تقبل وترضى على نفسك أن بعد النسخة تروح تقلط على ناس عازمينك على كرامة وانت متكلم على ولدهم ولا مسقط على ولدهم؟ أنا ومحمد متصافين، لكن وش موقفي بين أبوه وإخوانه ولا جماعته؟ هذا اللي قلت لك، أن الخطأ 10,000، الخطأ الواحد 10,000 خطأ أمام الشاشة. لين اوكي انا يدرون الناس ان تصفيت انا وياك، بس الناس انا وياك متصافين، بس الناس ما يدرون احنا متصافين. عشان كذا الخطا اللي على الشاشه، حتى الكلمه المشهد اللي حصل دقيقه ممكن تصالحون وراها الدقيقه اللي وراها، بس انا شفت الدقيقه اللي تخانقتوا فيها. صحيح. فلازم تحسب الاشياء هذه، تضع لها اعتبارات. والمشكله في ايش؟ تدري ايش المشكله اللي دائما انا اقولها؟ فين بتروح؟ اصبر اصبر بتخلص الحين. اسف. حسبي الله عليك. الله حسن. المشكله اللي انا اقصدها، هذه اللي يبقى في الشاشه الان هو ارشيف للمتسابق وسي في لا يمكن محوه. بمعنى حركه سلطان الصباح انه يقول اسقطوا علي وقولوا اني دبله كبد، هذه بعد 5 سنين ترى والله انت عض اصابع الندم عشان تحذفها. وشفنا امثله كثير، ترى بيرسلك يقول احذف المقطع، والله ما ينحذف. وابو فهد كم جاك خبر عن شخص طالب بحذف مقاطع معينه من كثير كثير. لا تسوي شيء تمدنع، ترى ابو سالم قال كلمه حقيقيه، قال انا الحين اتفرج فقره كلام اليوم بس يمكن اقفل بعدها، اتفرج مثلا مبادره نواف السند وانا في السياره، ووصلت لزملائي على مشكله وقفلت على المشكله، وفي بالي ايش؟ المشكله قائمه، مشكله انا ما تدري متى اشوفه متى انقطع. انت ملزم الان اذا سويت شيء على الشاشه انك تبرر لكل اللي شافوك في هذيك اللحظه انك تمزح او انك صادق او انك جدي او انك ما تقصد. كيف تبرر الشيء هذا؟ كذلك يبيله لان المتسابق يبذل جهده في الشيء هذا، شيء مش بسيط انك تضع تقع في مشكله وانك تطلع نفسك من المشكله، لازم توضح كل شيء. شيء يبيله مجهود للامانه المتسابق، انه يحط يعني. انا ما اقول لك قيد نفسك، عيش حياتك يا اخي، خليك ذكي، عيش حياتك، خليك ذكي وتعامل مع الشاشه، لكن تعامل مع الشاشه كتعامل يعني ما تكون الراحه مطلقه. اليوم كان في زياره لأحد أهالي